الراجل دخل ببلدوزر. يعني الراجل جه دخل ببلدوزر يا اسام، مفيش مدير فني ما ده في عنوان الاحساس. تاريخك لاول موسم يحقق كل ده. فالراجل مش باين ده اماره، حتى ده الراجل رمى بياضه يعني. بداية جوزيه ما كانتش لا كده طبعا الحقيقة، لا بداية جوزيه طبعا. ما كانتش كده. فبص، اي مدير فني وارد في الكره، هي كده الكره فيها مراحل، ولكن اللي الراجل ده قدمه هيؤرخ ليه ان هو افضل موسم في تاريخ اي مدير فني كاول موسم ليه منذ انشاء النادي الاهلي. ما هو خلاص اتكتبت في التاريخ. الراجل بقى يكمل، والمصابره والرغبه في كتابه تاريخ كبير جدا بنفس الجوده ثم يكسر ارقام الاخرين، دي رحلته. انما البدايه، لا بدايه قنبلة ولا في الاحلام، قنبلة قنبله قنبلة. فعلا. خصوصا يا جماعه الراجل جه، عشان كده انا بقول هي بس اكتر كان حته. ناقصها بس ايه يعني، ناخد مونديال الانديه يعني، عارف انت ما خلي بالك، الحته دي جوانا، خد بالك كاهلاويه، اللي هو ايه اللي جاي ده ناخد اخر فرصه، اخر فرصه ان انت انت عارف انا تكسر كنت البرونزيه. اظنك هتقول اللي جاي مختلف خالص عن لا، اللي بعده. البطوله اللي جايه انا شايف ان النادي طبعا الاهلي يا انت اسامه هتدخل بعد كده 32 متاح فريق، لازم صعبه دي. يدخل البطوله الجايه النادي الاهلي وهو عنده التدعيمات والقدرات والرغبه ان هو دي اخر فرصه انه يكسر فيها فارس انت البرونزيه. بتتكلم في منافسات صعبه، انت بتتكلم في كريم بنزيما مهاجم، بتتكلم في السيتي اللي لو هو مش عندهم بلدوزر كريم بقى. بنزيما فاحنا عندنا الاكرم منه. فالقصه صعبه، فالنادي لكن ان شاء الاهلي الله قادرين ياما قادرين. تغلب على فرق كانت كاسكواد ارقام كبيره جدا، ولكن انت عندك في النادي الاهلي امور تخلينا دايما بنقول ان لو حد هيكسر امر هو بالنسبه للناس مستحيل، فاكيد انت مش حد تاني. وعشان كده دايما بنشوف النادي الاهلي قادر.